تحليل لشبكة CNN كشف أنه بالتزامن مع نقل جثة الرئيس إبراهيم رئيسي من موقع الحادثة، كان وزير الخارجية السابق جواد ظريف يصرح بحدة أن أحد أسباب هذا الحادث هو واشنطن بفرضها عقوبات على بيع صناعة الطيران لطهران، فيما يشير التحليل إلى أن العديد من الأسباب قد تكون وراء تحطم روحية بيل 212 أمريكية الصنع، مثل سوء الصيانة أو الخطأ البشري في الضباب الكثيف. تقول الشبكة أنه إذا افترضنا أن نقص قطع الغيار كان السبب الحقيقي وراء الحادث، فلماذا تتم المخاطرة بحياة الرئيس ووزير الخارجية في طائرة يحتمل أن تكون غير صالحة للطيران؟ أمر يدفع للتساؤل كذلك، لماذا بالأساس الطيران في حالة طقس سيئة وحول قمم وعرة ونائية يبلغ ارتفاعها 1800 متر، بينما كان من الممكن تغيير المسار أو الوجهة؟ تساؤل آخر طرحته CNN وهو سبب وجود مسؤولين رفيعي المستوى على ذات الطائرة بينما كانت هناك ثلاث مروحيات مستخدمة في ذلك اليوم لنقل الوفد.